نعود للشباب حي صحيفية، في تصوركم انتم كشباب كيفاش نجعل من مسعد مدينة نظيفة وجميلة؟ احنا نطلبوا منكم يا كل سما هنا يجينا الكاميو هذا هي باش نلقى، احنا نحافظوا على النقاء تاع الشارع. كل سما هنا ماذا به جينا الكاميو واش رانا خدمنا، ما نطلبوا منكم توفروا لنا الحاويات هذول باش نقولوا راكم فاتني ليها شوي خبير، ما يروحوش دراري صغار ان شاء الله اللي يعملوا حشاك كيما نقولوا يلوح في لاكم يروحوا. وحنا رانا نعاونوا فيكم ان شاء الله، مش نعاونوا فيكم، رانا نزينوا في الواجهه تاع حواشنا، وانتم عاونونا ولو بجير وربي يحفظكم ان شاء الله. مرحبا بكم الحاج. اولا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ممكن نعرف نتعرفوا عليك الاسم ولا؟ باسم احمد بن مفاتح. تسكن في حي صعيفي؟ نسكن هنايا. حي صعيفي نعرفوه باللي حي عريق جدا، من الاحياء العريقه بمدينه مسعد. صحة. انت في تصورك الحاج راك عشت الله يبارك ومازال ان شاء الله بالصحه والعافيه، كيفاش نجعلوا مسعد مدينه نظيفه وجميله؟ مدينه نظيفه هذه في المبادره تاع الاميال، قلت لهم على هذا على هذا النظافه، والحمد لله كاينين اللي شباب اذكياء باقوا يتابعوا في القضيه، وراهم قايمين بالواجب وراهم يخدموا بارك الله فيهم. ونطلبوا من المسؤولين او في الحي او في حي اخر يعاونهم على النظافه، وهاكم جيتوا النظافه كاينه ومن الايمان، بصح النظافه الاولى شبابنا راه قاعد مش يخدم، كاين اللي راه بالك متحزم بالسانتوره وبالجوع وما لقاش ما يخدم. قضية النظافة كاين منها ومن الواجب، لكن النظافة الأولى شبابنا راك تخسر فيهم، هذول وين لقيتهم؟ جايين عارفينكم اللي جايين ومش عارفينكم، وكل الشباب راه تحت الحيوط مردوم ولعبتوا المجاعة، خدمة الخدمة باهي عيش، الخدمة باهي عيش، مانيش نهضرق على ذلك. جميع مدينة مسعد من الأحياء القديمة راك تقول لي، ومدينة عريقة ومدينة عندها تاريخ، بصح راك تشوف باطل هذا الشباب وكل راهم برحمة الوالدين ما لقاو ما يخدموا، وكاين اللي يعاونهم ويشجعهم بارك الله فيهم يخدموا، وانتم تعاونوهم باه يخدموا ويبنوا بلادهم، وفي هذه المدينة ولا مدينة أخرى ولا أكثر هي مدينة مسعد.